كويس. صحيح صحيح. لا ويعني يعني حبايبه كان كثير، يعني كان مع الأسف يعني في ناس كانت ستؤلمها هذه اللحظة، لكن يستاهل. سامي جابر نجم رياضي كبير من نادي عظيم، قدم كثير من نجوم كرة القدم السعودية التاريخيين، منهم واحد منهم اللي جالسين معانا كابتن سامي يوسف ثنيان، وايضا من لو تشوف لو تشوف يا كابتن يوسف الفيفا بيعامل سامي جابر ازاي. انا كنت موجود ضيف مع الفيفا في الكونجرس في مناقشه تعديل قوانين كره القدم، وقبل في افتتاح كاس العالم، وكنا ضيوف من الفيفا، وتشوف مدى احترام المسؤول الفيفا والاتحاد الدولي لشخصيه مثل سامي جابر. سامي جابر الحقيقه فخر فخر لينا. انا لما بشوف الناس بتعامله بره بعرف قيمته بشكل كبير. كابتن جون تيري، ابغى اساله في حاجه. تقييمه للهلال، هي ما شاف مباريات الهلال، يمكن اول مره يشوف الهلال. Is it the first time you watch الهلال؟ Yeah, the first time. Yeah. اول مره. ايش تقيمه؟ مش تقييم مبدئي. How do you rate them? What do you think of them? How do you rate them? You know what, being the first time I've watched them, I've been really impressed. Like I said, the first half, I thought they was very good the first half. I think when you look at the manager as well, he's on the sideline, he's passionate. You can imagine him like that on the training pitch, demanding the players, them being passionate on the pitch and transferring that into their games. بالنسبه له كاول مره يشوف فريق الهلال، مبسوط جدا من ادائهم، وشايف ان هم فريق كبير. تقدر تشوف من وقفه المدرب بره على الخط، والباشن او الشغف الكبير اللي المدرب بيقود بيه المباراه، تقدر تشوف ما ان هو بيعمل نفس الكلام ده في التمرين، وده مدي مأثر على اللعيبه بيلعبوا بشغف كبير جدا. I think they have a great balance in their team as well. Great defensively, like we spoke about, people like Bottier with experience at the back there as well. But going forward, they have three or four really dangerous players that cause a lot of problems today as well. عندهم توازن كبير جدا في التشكيله بتاعتهم. اللعيبه كلها بتدافع بشكل جيد زي ما اتكلمنا على بوتيا. عندهم منظمين جدا دفاعيا، ولما بيطلعوا لقدام عندهم ثلاثه او اربعه لعيبه عندهم خطوره كبيره جدا. مين نرشح احنا جميعا؟ يعني كل واحد يختار مرشح يعتقد انه اللاعب الاكثر تاثيرا في هذه المباراه. لاعب واحد نبتدي مع نور. كابتن يوسف، يلا كابتن يوسف. انا اشوف انه سالم، طبعا سالم الدوسري نادي الهلال. اي بالضبط، هو اللاعب الاكثر تاثيرا في المباراه اكيد. وبعدين اشتغل كثير، رغم انه الشوط الثاني على فكره لما طلع عموري خف يعني قوه الهلال في الوسط. نتكلم طبعا، بس سالم يظل هو الافضل وهو اللي اكثر تحركا داخل الملعب. انا انتظر لحظه التتويج. ابو ناصر معالي المستشار في تتويج الهلال للدوري خطف الكاس، وهو اللي رفعه. زين، هو اللي رفعه. ابغى اشوف الان ايش بيسوي، هل هو بيسلمه ولا حياخذه منهم. ها نشوف اللحظه التتويج. ها يا ريس، ها لا، عادل عزت لا دار ابو ناصر، اعطى ابو ناصر، نادى السفير. اوكي، الامير محمد بن نواف راح يسلموه لمحمد الشلهوب. البطوله 58، مبروك للهلال، تستاهل يا زعيم، تستاهل يا زعيم. كبير كبير كبير، فاز على كبير. ويفتتح الهلال الموسم السعودي 2018 بالذهب. الف مبروك كابتن محمد الشلهوب. نور، شو تقول للشلهوب؟ والله يستاهل. اقول له مبروك، يعني متعود على البطولات، وان شاء الله اتمنى له كمان يرفع بطولات على، يمكن هذه اخر سنه له، واتمنى انها تكون سنه سعيده بالنسبه للكابتن محمد. قلبك؟ اي والله يستاهل، كله خير محمد، محتاج. محمد الشلهوب ما في حد ما يحبه، كل الناس تحبه، كل الناس تحبه. على خلقه. ولاعب مش سهل ترى. حتى لو انه احيانا يستخدم المدرب اخر 10 دقائق، نعم، بس يكون له ثقل داخل الملعب، عنده خبره كبيره. كابتن يوسف، بس يعني خلينا نستغل موضوع فوز الهلال. يا اخي الفرق لما تفوز ببطوله دوري، بطوله اي بطوله، تحتفل ويكون في احتفالات كبيره، بتاخذ فتره. الا الهلال يفوزوا الحين بالكاس، بعد ساعه الموضوع انتهى. عشان متعود على البطولات. والله من البطرة، من البطرة. بس دي سمت الفرق الكبيرة كلها، الفرق الكبيرة كلها الهوية بتاعتهم والايدنتي بتاعتهم، ان العقلية بتاعتهم
ان النهارده بحتفل بالمكسب بكره بحضر نفسي المكسب تاني. صحيح. لو جيت بصيت لتشيلسي بصيت لمان يونايتد بصيت لبرشلونه ريال مدريد بايرن ميونخ اياكس مش حد كان ياخدها زي ما انت وانا بقول دي كل سنه تكون فرق كده والله احنا واقفين بس بالمنطقه اللي احنا فيها وخلاص والله يقولوا لي يقولوا كاساسي اللي قوه حق الاتحاد بدري وين كان ذاك الايام ممكن تلاقي سوق سماك عند الناس